مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر الجديد. للأسف جريمة بشعة، منطقة مولاي رشيد، جوج الناس كارين واحد البيت، واحد قطع الصديق ديالو طرف. للأسف الأمور خطيرة وخطيرة جدا، حنا حاولنا نخرجوا، يعني كل شيء خارج، كل شيء مسكر هاد الجريمة حتى باش توقف، ما كاينش في البلاصة فين توقف. حاولنا نبعدوا شوية ريثما يتم وصول رجال الأمن. سلم راسو، يعني كاين حديث كيروج بأن القاتل سلم نفسه رجال الأمن اللي وصلوا الآن. اش ندخلو اخويا لداخل؟ اش بزاف هو برش نتحكم مع هالدراري اللي واقفين هنا. دابا باش مزيان رجال الامن جاو حضروا. تحيه رجال الامن اللي هما اللي غادي يخويو هذا التجمع اللي كاين. جريمة بشعة، تم تقطيع شخص بالدارجة، ما عندنا ما نبقاو نزوقوا في الهضرة. سير أولدي تناس، ماشي معاك أولدي، ماشي معاك، سير حيد. يعني كيف قلنا، واحد قرد الصديق ديالو، قطعوا طراف في البيت، وكيقولوا بأنه سلم نفسه. ربما هذا غير حديث ديال الناس اللي حاضرين في هذا المكان. هاد الناس كارين فقط بيت، كيقولوا بانهم هما خياطه، والله اعلم، من انت شي واحد ما كيعرفهم في هذا المكان. يلا جاو كارين كارين يعني في واحد المده قصيره باش ولاو كيتواجدوا في هذا المكان هذا. صافا الله يحفظك. السلام عليكم. شكون كريم؟ شحال تفضل لينا شنو سمعتوا؟ شنو كانوا مضاربين بعضياتهم؟ لا قطعوا هادشي. عاودينا هادشي بلاتي. لا فاش مرحبا. انت دابا المباشر عاودينا غير اشنو سمعتوا هنا، اشنو لاحظتوا، شنو شفتوا؟ السيد هذا عندهم شي عداوه بيناتهم قديمه،
هما صحاب هما راه ساكنين في الجبل ثلاثه هما فهمتي ملي مشينا جينا في الاول صونينا البوليس ثلاثه المرات ما بغاوش يجاوبونا جاوبونا حتى المره الرابعه عاد جاوبوا شنو علاش شنو كان هنايا كان الدري اللي كاين صاحبو كيعاود لينا انه كيغوش عشاق عشاق محمد عشاق ملي خرج كيجري الاخر هرب خرج كيجري الاخر هو شكون اللي خرج كيجري اللي مضروب اللي شافو اللي شافو اللي حاضر حتى اللي تضرب حتى اللي تضرب حتى هو هرب وهربوا ديك لا راه عندهم هذيك ديال يعني وسلم راسه اللي قاتل سلم راسه هادشي كامل مشينا دابا ملي مشينا عند الولايه الكبيره جبنا البوليس يلاه عرفنا الضحيه بلي انه تاكدنا بلي انه ميت يعني ما دخلتوش ما دخلتوش لا ما دخلناش بغينا ندخلوا ولكن اخويا دارك الملك يدخل بوحدو راه جريمه تلقاش ماشي شي حاجه ثانيه ماشي شي حاجه ثانيه واللي حل عليهم هو اللي عنده السارو الثاني شي واحد ما لقى السارو دابا هما غير صحاب هادو كريم بيت يعني خلاف بيناتهم واحد قطع جوج بعضياتهم الاخر جا شاف الديكور هرب بغا يقول عتقوا الناس الاخر در كمل عليه وهرب جا الاخر مشى عند البوليس جابوا معاه وجاو طلعوا السلام السلام يلا لا لا اذا مشاهدي قناه شوف تيفي هذا هو المنزل فين كاينه الجريمه رجال الامن كيتواجدوا داخل المنزل وكاين حديث كيروج بانهم هادشي كامل فقط على طرف ديال الحشيش بيناتهم هادشي علاش مخاصمين يعني كتبقى اقاويل كل واحد وشنو كيقول الحقيقه غادا تكون عند رجال الامن يعني في البحث اللي غادي يجريوه مع القاتل اللي سلم نفسه لرجال الامن السلام عليكم اختي دقيقه فك شنو وقعنا بالضبط ماشي مشكل عاودي لي شنو وقعنا احنا خويتي كنسمعوا عتقوني خرجنا شكون اللي كيقولها الدري اللي مات واقيلا ايه والدري مسكين اللي كاري معاهم يعني راه خرج بحوايجو واش نقول لك الله يدير شي تاويل ديال الخير يعني اللي قاتل سلم نفسه قالك سلم نفسه بس اللي سامعين يعني على البوليس غيكذبوا هذاك الشيء اللي كان غيقولوه يعني قالك هاد الناس قدام معاكم هنا ولا يلاه جداد شحال هادي يعني ماشي يلاه ساكن شحال هادي الناس اللي ما دارش الحمايه بغينا نعرفوا علاش ما ديروش شحن الحمايه اما كلشي يطبق عليه قرار يا اما كلشي يخرج يا اما كلشي يدخل دارهم ماشي الناس داخل والناس لا انا ما باغيش المرض دارنا انت باغي المرض داركم يعني كاين الحوانت كيبقاو حالين هنايا كيبقاو حالين الحوانت كيبقاو حالين الماء الماكله كيبقى حال كلشي هذا راه ود الدرب ومات مشاهدي قناة شوف تيفي هادشي اللي كاين اللي سمعتو الامور باقا ما واضحاش بواحد الشكل كبير كتبقى فقط القيل والقال من طرف الجيران كاين اللي ما حاضرش غير سامع وتا واحد ما حاضر لان الناس اللي حاضرين هما اللي كانوا في الجريمه هو القاتل والمقتول والصديق اللي كان معهم الشاهد اللي كاين كيف كتشوفوا في السطح الفوق ربما رجل الامن كيف تشو المكان الفوق فاش غادي يبان لكم ولا لا يعني ما غاديش ننتقوا بالكلام ديال الجميع فقط غادي ناخذوا فكره عامه اللي هي انها جريمه قتل وقعات في منطقه مولاي رشيد يلا كنا دايرين واحد المباشر وكنا كنقولوا بان الجريمه كثرات في هذا المكان تسمعنا وجاتنا الخبر ديال جريمه وقعات
اخبار اللي كتروج واللي باقا حتى شي واحد ما عنده الحقيقه. الحقيقه غادي يبينها البحث ديال الشرطه العلميه ورجال الامن. الفكره اللي كاينه هو ان ثلاثة ديال الشباب كارين بيت منطقة مولاي رشيد، الخلاف مجهول واش هو بسبب يعني واحد الطرف ديال الحشيش ولا نزاع بيناتهم، لأنهم أصدقاء وكارين بيت واحد، فواحد نض يعني قطع الصديق ديالو قتلو. واحد من الشهود اللي كان لما كانوا ثلاثة الناس خرج كيغوت يعني عتقول الناس، القاتل هرب وقالوا بانه سلم نفسه، ولكن هو سلم نفسه ولا لا الله اعلم، كتبقى علامه استفهام ريثما تضح الرؤيه. احنا الان في انتظار وصول سياره ديال الاسعاف او نقل الموتى، ما عرفناش شنو غادي يحضر. المهم هو التواجد الامني المكثف والوقايه المدنيه. يعني حتى التصريحات باش ناخذوها غادي ناخذوا تصريحات متضاربه، لان ولا واحد كان معهم داخل المنزل الا هاد الشباب اللي خديتو في الاول. سمعتوا التصريح ديالهم كيقولوا بانهم شافوا السيد كيخرج وكيغوت ما فهموا حتى شي حاجه، كيقول لهم بان فلان محمد قتل فلان الاخر اللي هو الصديق ديالو، قالوا بان سلم نفسه ولكن هو سلم نفسه بصح ولا لا، هادشي كيبقى ديال رجال الامن. هاك هاك رشيد لا قال عاد شي حاجه دابا هما ثلاثه الناس، واحد قتل الاخر والاخر خرج كيغوت باش اصلا هي بيني وبينك كاين المشكل. الصوت الصوت دابا الاشكال اللي كاين في هاد مجموعه ثلاثه السي جليل، المشكل ان هاد البلاصه مجموعه ثلاثه، انا عيطت للبوليس شي ثلاثه المرات الله يحسن العوان، كاين هناك بزاف ديال الله يحسن العوان ديالهم، ولكن المشكل ان الناس ما كيحترموا لا حجر لا كما كنشوف حتى بعينك هنايا، الناس المحلات كيبقوا حالين حتى 12 تاع الليل. دابا الا درت شي دويره اخرى تلقى الناس يعني اي واحد بغى ياكل الماكله كيجي مجموعه ثلاثه، يعني مجموعه ثلاثه هي بحال كنقولوا البطوار او شي بلاصه اللي جا الجوع، يعني بحال مطلوق عليها العباد مفهوم من الاسباب ديال هذه الجرائم، لان فيها جرائم بزاف كما راك حضرتي هنايا واحد النهار هرسوا الطوموبيلات وهذاك الشيء يوميا كاين. يعني ديال الجماهير ديال الجماهير انا قبيله انا الطوموبيله ديالي انا قسما بالله جايين ضربوها، راه شاده من الكاميرا ضربوها، ولكن المشكل اللي كاين هنايا هو الامن هي كما كنقول يعني كاين الله يحسن العوان الله يحسن العوان، لان راه صعيب كيجيو كيجيو كيجيو، ولكن اكس ولا الامن كي البوليس ما بقاش عنده هذيك القيمه ديالو مع الناس، خصوصا الدراري الصغار ما كيحترموهمش ما كيحترموهمش، لان كيدوزو تصور كيديعيروا في البوليس وكيضربوا وكيضربوا كيضربوا ما في بالهمش بان هاد الرجال ديال الامن راه عندهم عائلات ديالهم بطبيعه الحال، مواطنين بحال بحالهم اغلبيه الناس اللي دابا متابعين هذا المباشر راه في المنطقه ديالو وجالس، ولكن راه كاين رجال الامن اللي كيسهروا على الامن. حنا كنقول الله يحسن العوان حيت ما يمكنش بنادم كل مواطن غيديروا ليه شرطي، لا يمكن يعني خاص. وهذه الجريمه ماشي في الشارع العام، يعني الجريمه داخل المنزل، يعني النزاع بيناتهم. لا هذا سبب، ولكن كاين اسباب كثيره عاوتاني حيت بنادم هنايا وحتى هذه المنطقه اللي غادي نتكلموا عليها ديال مولاي رشيد لانها مهمله مهمشه بواحد الشكل كبير من طرف السلطات. ان شاء الله مستقبلا خاص هذه المنطقه، خصوصا كنقول لك هذه المناطق هذه كانت من اجمل المجموعات، هي مجموعه ثلاثه يعني كان يضرب بها المثل، ولات بحال كما كتقول سوق ديال الماكله. اي واحد مثلا كيجي محلات تجاري مازال كيتفتحوا في الوقت المعطل، اذا 11 كتلقى دابا شوف كيجيو البوليس، انا كنحضر كيجيو البوليس كاين شي واحد من البداية كيعيط في التليفونات طفي طفي داخلين، يعني ملي المواطن هو ما كيعاونش يعني بحال دايرين حابه. واش دابا رجال الامن كيديروا خدمتهم كيدوز رجل الامن ولا السياره ديال كيهبط ريدو كيمشي كيعاود دايرين موت باس بيناتهم، فهمتي بحال داكشي ديال المخابرات كيبقاو الو الو ريزو 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 كيبان لك الضوء طفى في دقه واحده فهمتي، وكيبداو يديروا داكشي ديال بحال كيبيعوا المخدرات مول المحل، كيعاود كيبيع غير داكشي ديال الخبز وكشي كيعاود يخشي من تحت الطابله. الا كان الاحترام ديال الحجر هو دابا راه كاين المشكل ديال الحجر انه ممكن يكون مستقبلا، ولكن الا بقينا بحال هكا راه دول كبيره وعظمى فرنسا ايطاليا المانيا
هبطوا الريدو. وحنا ما بيننا حنايا هادو حيت المواطن يستهزئ كما كنقولوا يستهزئ بالوضع. وكما كتشوف من الاسباب ديال هاد الجرائم كرا حيت ممكن هادو ما عرفنا شنو هو المشكل اللي عندهم هاد الناس اللي ساكنين واقع في الشمال اظن يعني الجباله يعني كيقولوا ان المشكل على قطعه ديال المخدرات يعني داروا واحد المشكل هادشي يعني الاخبار تتضارب ما عرفناش لان باقي الحقيقه غائبه هي غير فقط غير فكره كاينه وكل يعني كل واحد كيقول كل واحد حيت راك عارف دابا الناس داكشي مسدود يعني الشرطه العلميه راجات الناس ما عارفينش شنو كاين. ولكن من هذا المنبر هذا كنناشدوا السلطات المحليه الباشا القيد المقدمين يعني يعاونوا الصرامه لان انا خصوصا هذه المنطقه بالضبط لان كاين شي حكايات كثير لا هذه منطقه كانت نقيه كنقولوا لان مولاي رشيد كانت فيها مجموعات بزاف ولكن المجموعه هذه كانت شويه ولكن هذه المجموعه بقوه ان عندها نقولوا اتساع وعندها شويه يعني ولاو كيجيو لها دخلاء دابا تصوروا الناس باقي لدابا كيشادوا شوف فين هو شنو التباعد عطيني شي واحد ديال شي كمامه عند زومي ما كاينش شي واحد ديال الكمامه ولكن خاص بنادم شي الوعي خاص يجي من عندنا حنايا كمواطنين لان الدوله والسلطات المحليه ولا رجال الامن ولا الوقايه ولا وزاره الصحه راه كدير ما بوسعه ولكن راه خصنا حنا نكملوا راه ماشي كل واحد خصنا نعطيوه طبيب كل واحد نعطيوه بوليسي كل واحد كل واحد صايب الحال صايب الحال لان شويه حيت شوف الوعي لان الوعي هو كل لان هذه المنطقه مهمة شاب جدا كبير بحال كتقول حيت انا كنمشي الا مشيتي غير خرجتي غير من هنا من هذه البلاصه قطعتي اللوطور كيبان لك عالم اخر هنا ما كاينش فضاءات اكيد الشباب ما كاينش واخا كاين فضاءات كاينين ولكن هذاك الشيء مسدود بحال كاينه الزبونيه في ذاك الشيء يعني الناس خاصها هذاك فيلم اخر هذاك شيه للحادثه باقيه على اي الله يرحم هذا السيد هذا اللي مسكين ما عرفنا شوف عنده وليدات ولا باقي صغير حتى النتائج باقي كيف ما كان الحال كيف ما كان الحال كيف ما كان السبب فباش تكون جريمه بهذا الشكل اللي تقطع الصديق ديالك الا راه صايب الحال وغيكون ماشي في الوعي ديالو لان الشيء اللي كيدير الجرائم بحال هكا راه كيكون مرفوع يعني اما مهلوس واما حيت ما يمكنش واحد طبيعي في هيئه طبيعيه غيشد بنادم وغيقطعو كما كيقولوا فهمتي نتمنى باش بنادم ياخذ الحذر وحتى الناس اللي كيكريو العباد الله ما فهمتي هذا موضوع اخر موضوع مهم كيجي كيكريو لاي واحد ما كيعرفوش النسب ديالو ولا فين كاين ولا فهمتي الناس باغا تدخل الفلوس ها انت هي النتيجه ارهابي مثلا أكيد ما كتكلموش على هذا الشاب ولكن يقدروا مثلا شي ناس حيت الناس يكون عنده مبحوث عنه او يقدر يكون كاع ارهابي ويجي المناطق الشعبيه اللي كنقولوا انها مهمشه حيت هذا بشكل كبير جليل من الاشياء اللي كيصطادوا فيها هاد الارهابيين كما كنقولوا في الماء العكر هما كيمشيو للمناطق المهمشه اللي ما فيهاش رقابه الرقابه كما كنقول يعني كيكون دخول بصباط كما كتقول يعني كتعطي مثلا الاغلب هنا في الديور كتلقاه 800 درهم 900 درهم قد هو يعطي حتى 1000 درهم ما غتطلب منه لا لاكارت لا فين ساكن ممكن كيشوف غير الفلوس وخير دليل هاد المسائل هنا كتلقى لا كنتي باقي عاقل كانت في مجموعه اربعه كانت واحد الخليه ارهابيه واحد شي اربع سنين هي مازال عاقله لعليها هذيك كنلقاو فيها واحد المواد قبل التفجير ايامات فاش كان ديال 16 ماي يعني من وراها اكتشفوا حيت جاو يقلبوا لقاو هاد الناس الارهابيين كيستغلوا مسيره ثلاثه لقاو فيها بعض الارهابيين يعني مكسرين بعض البيوت للاسف الامور كيف كنقولوا في هذه المنطقه ديال المولاي رشيد عامه مسيره واحد مسيره جوج مسيره ثلاثه مجموعه واحد مجموعه جوج يعني المجموعات كاملين ديال المنطقه ديال المولاي رشيد فمهمشه بواحد الشكل كبير وكبير جدا. وواحد القضيه السي جليل كان المشكل في الاول هو ملي كانوا الدوريات خصوصا كانوا لي بوست ديال البوليس كانوا كيقربوا شويه هادو فقدناهم لان لاحظتم لا كنتي باقي عاقل كانوا بزاف ديال المراكز ديال الشرطه ما بقاوش لان هادو كانوا كيقربوا شويه بعدا كاينات يعني حتى من ناحيه الامن كيكون في الوقت والامن هنا عندنا في المنطقه هنايا راه خدام ماشي ولكن ما يمكنش كل خطره يجي لان ديري معاهم بحال القط والفار كيجيو كيمشيو كيجيو كيمشيو يعني رجال الامن راه خدامين بما يرضي الله الوعي ولكن الوعي ما كاينش الشباب باقي عندهم ما بقاش هذاك الخوف ديال من الا كنت باقي عارف في الثمانينات كانت كدوز غير التسعينات علاش الثمانينات؟ لا انا كنمشي بحكم عشت في ديك اللحظه باقي صغير يعني نقولوا كاع حتى التسعينات كدوز غير هذيك لوندروفيل كدوز عادي حتى واحد ما كيبقى لدرجه واحد ما داير والو كيدخل لدارهم دابا كتلقى البقاحه
يعني بنادم كيبان ليه السياره ديال رجال الامن وهما كيهاجموهم. انا والله الا كنشوف بعينها انت دابا عطيني بقى داك بنادم كيتخلع من الامن والو حتى كتهضر معاه قد يقول شي كلمات نابيه وداك الشيء هادشي كاين. حنا نتمنوا الا كانوا الناس اللي كيسمعوا خصوصا الشباب يكونوا الا بغاو بهذه البلاد ماشي نهضروا على الحكومه ونهضروا على الدوله ولكن نصلحوا حنا نفوسنا. هذا ما يبقاش غير كلام على ورق او حبر على ورق، خاص التفعيل ديالو. يعني بنادم يكون واعي بالمسؤوليه بان راه الوطن ديالو خاصو يعيش فيه وخاصو يبين للناس الاخرين اللي هما كاينين اعداء اللي بغينا الدوله هذا تعود فيها الفتنه، وراه كاينين بزاف ديال الدول اللي المغرب هو تبارك الله غادي. هما حنا دابا في اطار ديال كما كتشوف هذوك القنصليات اللي كيداروا في العيون، يعني كاين واحد العداوه كبيره، ولكن حنا ما خصناش نطيحوا في هذا الفخ، خصنا نبينوا الوعي ديالنا حنايا كشباب، يبينوا ان راه المغرب عنده طاقات وتبارك الله كما كتشوف في الطاقات في الاختراع في اي في المواهب في كل شيء. نتمنوا هذا الاجرام اللي كنشوفوا امامنا ان رجال الامن كيطلبوا من المواطنين المغادره، ولكن للاسف ما كاين حتى شي حاجه. كاينين بعض الشباب اللي ما كيستجبوش للطلب ديال رجال الامن. الجريمه وقعت كيف سمعنا، رجال الشرطه العلميه مازال كيتواجدوا داخل هذا المنزل اللي امامكم فين وقع الجريمه، في انتظار تفاصيل اخرى ومعطيات جديده لن نقدموها لكم وتعرفوا اللي وقع. اذا مشاهدي قناة شوف تي في كيف صرحنا من قبل، وكان واحد المباشر يعني ما كاملش 30 دقيقة كنا كنتكلموا على نسبة الإجرام في هذه المنطقة ديال مولاي رشيد اللي هي ماشي والدة اليوم، ولكن سنوات وهذا الحي مهمش من طرف بعض المسؤولين، لا ملاعب القرب لا دور الشباب لا ولا شيء يذكر. هادشي اللي كيخلي الشباب انه ينحرف يدخل في واحد المتاهه للاسف ما كيلقاش التوعيه. يعني كنلقاو وليدات صغار لحد الساعه خارجين، يعني فين هما الوالدين ديالهم؟ فين هما الكمامات؟ فين هما المعقمات؟ فين هو التباعد الاجتماعي؟ الجريمه وقعت، كاين تواجد ديال رجال الامن، كاين تواجد ديال الوقايه المدنيه ديال سيارات الاسعاف. اللي وقع هو جريمه وقعت ما بين جوج الاصدقاء، يعني كارين بيت، هما ثلاثه الناس كارين بيت، يعني واحد في خصام مع الصديق ديالو، يعني في ظروف غامضه. في ظروف غامضه قلنا كيجهز على الصديق ديالو، يعني بواحد واحد الشكل خطير وخطير جدا، كيتم التقطيع على حسب القول ديال بعض الناس. يعني حتى واحد ما حاضر، حتى المعطيات او الشهاده ديال المواطنين ما غاديش ناخذوها بعين الاعتبار، فقط ناخذوا فكره عامه، لان حتى شي واحد ما كان داخل المنزل كتبقى اراء. الفكره هي الجريمة القتل، الطريقة ديالها حتى واحد ما حاضر، فقط كان واحد شنو صاحبهم كاري معاهم، شي صاحبهم كان كاري معاهم، هما جبالة زوافرية فهمتي، جبالة زوافرية كيديروا شي ديال الخياطة قلت، ولكن هذا اللي قصر ما بقاش خدام معاهم على ما سمع دابا السيد كيسكن خدام، قلنا راه على قبل الخدمة ما بقاش خدام، هذاك الشيء علاش قتلهم، بيناتهم شي لعايبة هادو، بيناتهم شي حساب، شي حساب خير، عرفتي مصعب الزبالة خطأ، هذا من جا حالة سكر من جا سكران دابا هادو من المعطيات اللي خاص قبيله البراهش ما غاتصرفش
جا هذاك في حاله السكر طلع قدا طلع في دون عاد طرا المناقره واحد فيهم بغى يتسخر سخر رجع تلقى الاخر شادو في عيب الجنو كاع الدمايه يعني كاع قطعوا اه كيضرب فيه قال لك السيد قال لك خرج الاخر بالخلعه تيجري يقول لهم كيقتل فيه حيت ملي جيت انا الاول كنت باغي نطلع قالوا لي لا ما تطلعش قال لي ما تطلعش على حساب الشرطه لا تولي البصمات ولا شي خرج قلت لهم ارجع العيالات دوا معايا رجع بالله تسنينا ثلاثه السوايع سكتونا ثلاثه السوايع تسنيناهم جاو رجال الامن جاو ثلاثه السوايع عاد السابق قال لك الدري راه باقي دابا مقرب الجليدي غير الجليدي اسم الاسم ديالو جليدي برشلونه برشلونه صديقي دير الكمامه ديالك راه القضيه شويه اسمع عم نسولك لحظه سلام اكلوا هاي دي جمعوا الكره رجاوي رجاوي قال لي جوان خويا عندهم مع الدابا سليمان وش جاي دراري الله يرحمهم دابا كاين دابا ما هما هذوك اللي كانوا في الباب الله يعافيهم راه ولا عارف سكيك راه ولات كذب عليك شي واحد شوف كل واحد غادي يقول لي اللي ما عرفش ولا سمع والو شوف تبي كل ما غيسمع اللي ما عرف والو غادي يبقى كل واحد يدوي نقول لك ليك شي هاد الناس كاع اللي كتشوف فيهم حتى واحد ما كاين هادو اللي حدا الباب كاينين هذاك السيد راه هو اللي الكبير حتى هو كاين كنت انا مني اللحظه اللي نغبر يمشينا جبنا البوليس هادشي اللي كاين قبل ما نمشيو نجيبو البوليس وقبل ما طرا ليستوار قبل بحال هكا قول ما بين المغرب ما بين العشاء ياك كنسمعوا السيد كم طايفين كيدوي بزاف يعني مخاصمين لداخل الدار كيغوتوا واحد تفاهم اللي ما عارفينوش حنا ما عارفينش تفاهم اللي بيناتهم شنو هو الله اعلم علموا لله بيناتهم الدراري كذب عليك كذاب يقول لك شي واحد انا كطلع الاطرا ولا شي حاجه راه الكلمه هذه هاد الهضره هذه من فيه فهمتيني كتبقى غير اشاعه كل واحد كيقول كل واحد وهدر شو صافي في غادي كل واحد وهدر شو اخويا اما الواقع اللي كاين هاد جوج راه ساكنين ثلاثه الناس ساكنين في الدار هما كل واحد ود بلاصه هبطاسه انت غادي طالع الجبل ها اللي ود تازا ها اللي ود فاس ها اللي ود مكناس كل واحد ما نقولش جمعاتهم كازا فهمتي جمعاتهم كازا حقاش مدينه اقتصاديه راه هي اللي جمعات يعني خدامين غير هنايا حرفتهم هي الخياطه فهمتيني السيد مريح معاهم اللي مشيت معاه باش نديكلاري وحقاش يلاه جا اليوم كان معاهم هنا اللي شاف شنو كان قال لك شنو قال شهيد مشينا انا وياه نشدو الطاسي حقاش ما كيعرفش هنا يلاه جا غير اليوم ما كيعرفش كازا مزيان قال لي وريني شي كوميساريه مشينا لهادي ديال الحفالح ما فيهاش بيرمانانس حقاش اليوم الحد مشينا الولايه الكبيره ديال العماله ياك جبنا معنا البوليس بقينا تنتناو شي نص ساعه بحال هكاك من بعد ندوزو المهم من بعد جبنا البوليس هنا ما بغاوش يفرقوا البيت شنو الحديث اللي قال لي دار السيده شنو عاود لك السيد اللي ساكن معاهم انا عاود لي انه هو كان شاد بحال هكا التليفون كيلعب صافي غادي يقول لي فين باغي تطلع الفوق كيشد التليفون بحال هكا لاعب واحد اللحظه كيسمع واعتقني يا محمد اعتقني سد هذا الباب ديال الزنقه وخرج عندنا لهيا خرج عندنا الدراري الله يرحم بالوالد شكون اللي خرج عندكم هذاك السيد اللي شاف سد الباب على الاخر سدينا حنا الباب بحال هكا وجا عندنا قلنا له مالك شنو كاين قال لنا انا كنشوف واحد الدري اللي معانا راه تيضرب صاحبي بجنويه وخرج عندي قال لي اسكت لا نضربك شنشا قال لي اسكت ولا نضربك شنشا صافي عمرهم هادو هذاك اللي ماشي تكون تقريبا ما بين 28 حتى 26 عام فهمتيني واللي قتل غيكون عنده ديك 31 30 عام يعني كبر منهم في الله يعني هدد حتى السيد اللي كان مع الداخل هدد مع شي الاخر وشنو السبب قال لك السبب والله هو براسه ما عارفش حقاش هاد الدري يلاه جا غير اليوم جا من جده شكون هو؟ هاد الدري اللي شاف يلاه جا اليوم من جده فهمتي كاين شي سؤال اخر مرحبا الله يكبر بك شكرا لك غنيو شنو ما دايرينش اصاحبي سي راسي خليها عندك عارفين والو سي جوا باش عارف خلصني يا مالي هذه البلاصه هذه
خاص الامن ضروري، خاص كل خاص الوعي ماشي الامن. اسمع نكمل لك، نكمل لك، اسمح لي نكمل. اه مرحبا. واش بغيت دابا كل واحد يوقف عليه بوليسي، كل واحد وقف عليه، راه خاص الوعي اول حاجه. احنا داوين عليه، انت دابا كتهضر معايا واحد طالع فوق دارك. أيه ما عرفت فين باغي يوصل، اش غادي يدوي عليه هي مشافق معاه. ولكن نورمالمون من ناحيتنا حنا كمواطنين، تسيطر على داركم، تدخل داركم. من ناحيتنا حنا كمواطنين خاصنا نديروا اللي علينا باش يمكن لنا نسهلوا الامن على الامن. هذا الشيء اللي بغينا نقولوا، هذا الشيء عنده علاقه بالوعي. ولكن ملي كتجي تشوف حنا تتلقى شي مولين الحوانت ما دايرينش خدمتهم. هذا الشيء فين داخل؟ في نطاق الوعي. نطاق الوعي يعني كاين واحد. ولكن انت هنايا كتحتاج للنقطه ديال الامن الوطني. الا كان الامن بنادم راه كيخاف غير من المخزن. كذب عليك الكذاب. اه حنا داوين عليه دابا. داركم الا جاك الجوع. يعني صعيب 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 جدا يعني باش تقدر توقف ولا تاخذ تصريح ديال بعض الساكنه في هذه المنطقه. فواحد باغي يطلع لك فوق راسك، واحد شاد في خوه، واحد كيضرب في صاحبه. ثاني حاجه وهي واحد الحاجه عاوتاني كنت بنقولها لك، هاد الناس هاد راه ولاو كيدخلوا الممنوعات. شكون هما؟ هاد الناس هاد الكلمه اللي دابا ما تجمعوش لينا الله يرضي عليكم. بنقول لك كلمه قالت كيهضر اصاحبي، راه ما كنلعبوش انا. ضرب شي واحد انا. ضرب شي واحد. شوف. ونهضروا على راه احنا غادي لنا شحنا. دابا الكلمه اللي سمعنا هو ان كاين هادشي مشكل على قبل الممنوعات. يعني حنا الشباب الا كانوا هادو غايجيو من بلاصه اخرى كيجيو هنا كيديروا خياطه كانار وكيبيعوا في مخدرات بالعالي، راه غيخرجوا علينا شحنا. اما ما قتل هذا راه حتى كذلك الشباب راه يديروا الصراحه كتقولوا في الحيشه الفوق. غنينا غنينا هادو على قبل هادشي اللي كاين. يعني مشكل على قبل الممنوعات تطور قبل الممنوعات ولات القتيله. الله يحفظك ليه. يعني مشاهدي قناة شوف تي في، كيف سمعتوا التصريحات ديال بعض الساكنة وبعض الشباب اللي كتحس بأن كاين عندهم واحد شوية الوعي، ولكن كاينين بعض الشباب أخرين صعيب باش تواصل معهم. يعني حاسين بالخطر اللي كيحيط بهم، اللي قالوا بان كان المشكل وقال ربما وقع بسبب الممنوعات. ما بغيناش حتى حنا ولا الشباب ولا الاطفال انهم يتبلاو. المهم هذا الشيء عنده علاقه بالوعي، يعني كيشوت الوعي. ولكن هاد الوليدات الصغار اللي كيلقزوا في هذا الوقت ديال الليل، والديهم عاد فينا هما الكمامات ما كاين. تما شوف طير 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 طير. دابا بحال دابا هادو ما كيسكنوش هنا، فهمت؟ هادو جباله جايين من مواطنين، مواطنين مغاربه، ولكن هما جايين فهمتي ماشي ولاد حاموليات. دابا هاد وقعت البلان هذا، دابا فهمتي قاعد عباد الله كتشوفوا هادشي عندو هاد الساكنه ديال الحاموليات، فهمتي؟ دابا على بالهم حنا فهمتي. دابا انتوما بغيتو تدافعوا على الساكنه ديال مولاي رشيد. لو كيوشيهم هما بزاف. احنا كنا كنحضروا لواحد يجيب بيكالا تيهرب بيكالا بيكالا كيهرب ثلاثة مرات بالتشيش تشيش مخيش. اه ولا دابا هنا علاش كيهزوا على ولاد حي مولاي رشيد؟ راه ولاو مجرمين، لا خدمه لا والو. تيماجيك باش تخدم في جهه تسكن القاره السوداء. القاره السوداء حي مولاي رشيد راه فيه دراري شباب مختارين. احنا نحسوا مختارين اش باينه فينا احنا شي واحد خايب. هما كيجيو ولاو شي خرقوا ولاو شي يهرموا في هذاك الشيش لهنا. هذا المشكل ديال الكرا ديال البيوت. اه فيه مشكل لله في الاحياء الشعبيه. ملي كيجي واحد كيكري غير كيجي كيكري الواحد ما عارف منين جاي، ما عارف شنو. يقدر يكون روشيرشي اقصاريه كيطرب بيناتهم هما رقيع ديال هادشي ديال الممنوعات. كيطرب بيناتهم هادشي ديال الرقيع فهمتي. دخل الممنوعات واحد يديه لواحد كيبقى حساس. دابا هادي واحد الفكره قلتيها زوينه ديال الكرايه. الناس كيلموا للدار، ما يكونش المردود ديالو غير الربح ديال الاموال، يكون المردود ديالو هو نشوف هذاك الشخص اللي غيكري عندي واش متخلق ولا لا. عبر على التخلق. راك انسان كيبغى يكون معاك متخلق اخويا، ولكن شويه تيولي متملق.
الانسان اش كيكون اخويا؟ عندك دراري في الزنقه، عندك دريات صغار، حتى قبلت شويه راه ولات واحد الظاهره ديال الاغتصاب الاطفال، ولا بنادم كيخون الدراري ويديهم هو معاك. الانسان تجي ولا حنا سكوت الله يحفظك، حنا ما كنعرفوش المصدر، حنا ماشي ضد هذوك الناس، راه كبرنا معاهم عايشين معاهم كروس، انا بعدا كنعيش معاهم. اسمع اوسان، اسمع اسمع اوسان، الناس انا هذوك الناس انت جباله جباله وصحراوه. اسمع شوف شوف شوف، هادو هادو عايشين معاهم، هادو عايشين معاهم، هادو خوتنا جباله صحراوه. شوف شوف شوف، خليني نكمل خليني نكمل. بصح دابا جباله وصحراوه كبرنا معاهم وكناكلوا معاهم، كنديروا كروسه كيجيو يتغداو عندنا. ماشي كلشي خايب وماشي كلشي زوين، فهمت؟ باش ندويش على الكلام. الله يحفظك، شكرا 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 شكرا. إذن مشاهدينا على تشوف تيفي، غادي نوصلوا لنهاية هذا المباشر، وغادي نعاودوا نرجعوا معكم في مباشر آخر إن شاء الله. غادي نقربكم من بعض التفاصيل، غادي نحاولوا ناخذوا بعض المعطيات، وغادي نقربكم من الصورة ومن الحدث باللي كاين فيه. تبارك الله لكم ونهاركم مبروك.